الجزائر اليوم. اشترك الآن. ربط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خنشلة مسألة إنهاء مهامه من قبل والي الولاية باختراق حسابه من قبل أشخاص يريدون نشر الفوضى. وقال رئيس البلدية كمال حشوف بأن هؤلاء الأشخاص الذين اتهمهم باختراق حسابه هدفهم هو تلطيخ سمعته وتأليب الرأي العام ضده. وقال في منشور له على حسابه الرسمي بالفيسبوك بعد إنهاء مهامه من قبل الوالي: أجدد احترامي لكل مواطني خنشلة، وأن أبواب البلدية مفتوحة لجميع المواطنين باختلاف توجهاتهم، متهما الفيسبوك بالوقوف وراء سوء الفهم الذي حدث على حد تعبيره. وكان والي الولاية قد أنهى مهام رئيس البلدية كمال حشوف بعدما قال إنه استفز مواطني البلدية بموقف غير مسؤول.